وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية. مساء الخير سموكم، نتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة مئوية الشرطة في البحرين التي هي مبعث فخر لنا جميعا، وهي فرصة لاستذكار واستحضار جهود الأجهزة الأمنية. كيف تصف لنا سموكم هذه الجهود؟ أولا مساء الخير، أتشرف الأصالة عن نفسي وعن جميع أهالي المحافظة الجنوبية بهذه المناسبة العزيزة التاريخية مئوية وزارة الداخلية، تحت شعار ولاء وتضحية أن أرفع إلى سيدي أهل بلاد المخدة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. نرفع لهم خالص التهاني والتبريكات، وأود نيابة عن أهالي المحافظة أن أشيد بالدور الأمني والوطني البارز اللي تقوم به وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. نعم. الوزارة برئاسة وتوجيهات معالي دائما تحقق الإنجازات الأمنية الرفيعة، وفعلا اليوم نعتبر هذا اليوم يوم تاريخي، وأن تحظى هذه المناسبة برعاية ثانية لجلالة الملك المخدة حفظه الله. كما لا يمكن أن نذكر إنجازات الحكومة دون أن نذكر عطاء وتوجيهات سيدي صاحب السمو الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء. نعم. السمو حفظه الله هو راعي نهضة البحرين الحديثة، وهو والد لنا جميعا، وأدعو الله أن يحفظ سموه أن يدوم للوطن ذخر وسند ولكل بحريني بحرينية. وفي المحافظة الجنوبية احنا كلنا نشتغل كشريك أساسي لكل الأجهزة الأمنية كفريق عمل واحد، واحنا دائما نقدر ونثمن جهود وتضحيات رجال الأمن البواسل بمختلف الإدارات في وزارة الداخلية على حرصهم وأدائهم للواجب الوطني. وأنا بهالمناسبة يعني نشيد بما يقومون به رجال الأمن من عمل وعطاء طوال هالسنين منذ تأسيس نظام الشرطة في البحرين منذ 100 عام. واحنا اليوم نفتخر بتاريخ ملكة البحرين العريق وتاريخ المؤسسات الإدارية في البحرين، ومن أهمها المؤسسة الأمنية متمثلة اليوم في وزارة الداخلية. اليوم المحافظة الجنوبية تقام فيها العديد من المناسبات الدولية والتاريخية، ونتشرف اليوم كلنا أن تقام هذه المناسبة في أرض المحافظة الجنوبية. ولا شك أن هذه المناسبة يعني عندنا مناسبتين مئوية الوزارة وقرب الأعياد الوطنية وعيد جلوس سيدي جلالة الملك المخدة. فهذه المناسبة أسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة بلدنا الغالي مملكة البحرين وبالأخص المحافظة الجنوبية. نعم. ونتمنى للجميع في وزارة الداخلية المزيد من التقدم والنجاح والسداد في ظل متابعة وتوجيهات معالي وزير الداخلية، ولجميع رجال الأمن البواسل لهم منا تحية شكر وتقدير وامتنان لهم على دورهم الأمني المتميز. نعم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، شكرا جزيلا لك.